عصير البطيخ بالليمون والبرتقال. خليني اقول لكم المكونات بسرعه. انا عندي عصير بطيخ معمول ومتشال منه البذر، عندي عصير برتقال برضو فريش، عندي شويه عصير ليمون، سلايسز ليمون ومكعبات ثلج، ودي كل المكونات اللي هنشتغل بيها النهارده. طيب خلينا الاول نبدا نحط ثلج. هناخد عصير الليمون نحطه مع عصير البرتقال، هننزل بعصير بطيخ الأول، هنكمل بعصير البرتقال والليمون، خلص في الاخر كده سلايس ليمون لطيفه نقطع من جنب. واحده تخينه شويه تستحمل. شليمهاتنا الورق نوع كده في الالوان شويه، ونبقى عملنا عصير البطيخ بالبرتقال والليمون.